الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم سوق الجمال بيوتي ماركت. هدف برنامجنا سوق الجمال رفع أسهم الصحة مع الجمال، وده طبعا عشان احنا في قناة الصحة والجمال. النهاردة هنتكلم عن مشكلة أعتقد تهم كل واحد فينا، يعني بدون مبالغة، وهي تساقط الشعر. مشكلة عامة ومشكلة خطيرة جدا وتقلق أي حد، وهنتكلم عن إزاي نعرف موضوع تساقط الشعر قبل ما نوصل لمراحل متقدمة والشعر كله يقع، وهنعرف أهم أسبابها، وهنعرف أهم طرق الوقاية وأحدث طرق العلاج مع خبيرة التجميل دكتورة مها سامي. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا. اهلا وسهلا يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. موضوع تساقط الشعر يا دكتور، يعني اعتقد ان هو في كل البيوت، ان لم يكن الشخص نفسه مصاب فبيبقى بنته، زوجته، اخته، يعني ما اعتقدش ان في بيت ما بيعانيش من موضوع تساقط الشعر جزئيا او جزئيا، اقصد ان هو بدا يخف او بدات تبان فيه قطعة كده من الشعر بيسموها الثعلبة، ودي بتعمل قلق جامد جدا. كلمينا يعني ازاي نعرف ان الشعر بدأ يتساقط قبل ما نشتكي ان احنا وصلنا لدرجة ان الشعر بقى فارغ، ان احنا وصلنا لمراحل متقدمة. تمام. هو مبدئيا المشكلة اللي انا لاحظتها في اغلب البيوت المصرية ان احنا عندنا مشكلة او يعني ما عندناش وعي في موضوع الاهتمام بالعادات الخاصة بالاهتمام بالشعر. فمثلا بنلاقي ان مثلا اغلب البيوت بتستعمل الشامبوات التجاريه اللي بتحتوي على نسبه عاليه جدا من السيليكون، فبالتالي السيليكون مثلا بيسد مسامات الشعرايه فبيوقع الشعر. دي من الاسباب. مثلا عندنا مثلا اغلب الامهات المرضعات ما بيهتموش ان هم ياخدوا الفيتامينز بتاعه اللي هي البريست فيدنج والحاجات اللي زي كده، فبالتالي بتبتدي الام تلاقي ان شعرها بدا يقع. مثلا دهان الزيوت بكميات فظيعه على الشعر وتركه من غير غسيل، كل دي حاجات بيعمل ايه؟ لو الزيت جه بيعمل ايه؟ يعني بيأثر ازاي في الشعرايه؟ بيغطيها، ما بيخليهاش تتنفس مثلا؟ بالظبط بالظبط، هو فعلا الزيت بيعمل كده. حتى نلاقي اغلب البنات الصغيرين اللي شعرهم مدهون زيت نلاقي الشعر بهتان وفاقد الفيتاليتي بتاعته. تمام. فليه ما هوش بشكل يعني اصل هو دايما مفهوم عند الناس ان هو غذيه بالزيت، حط له زيت غذيه وحطه فتره طويله علشان يتغذى فتره اطول. تقولي مثلا يتغسل، يتحط الزيت ويتغسل؟ يتحط الزيت على الفروه، بس هي الفكره يعني بتاعت حمام الزيت المظبوط اللي المفروض يتعمل ان بيتم تدليك الفروه بالزيت، ومش اي زيت، هو زيوت زيها زي الادويه بالظبط. كل زيت وله يعني طريقه استعماله، في زيوت مثلا مرطبه ما ينفعش يستعملها اللي شعره دهني والعكس. تمام. فبيتم تدليك الفروه، وانا دايما حتى كنت بقول يعني للعيانين اللي بيجولي ان الفروه هي زي التربه، والتربه بتسقي الزرع. دي وظيفه الزيت، لكن تغريق الشعر بالزيت على اللونج ران بيبتدي الشعر يهيش. فبالتالي يعني الكونكلوجن النهائي يا دكتور، معلش انا اسف بقطع حضرتك لان الموضوع مهم جدا. تمام. وفي اسئله كتير، في ناس تقول ان هي هو التعبير الدارج كده شعري بيجي على الزيت، وفي ناس تقول شعري ما بيجيش على الزيت، بتقول ان شعري بيهيش بالزيت او بيبقى ناعم وسارح وكده، دي قصه ان هو الشعر دهني وشعر غير دهني ولا لا. طريقه استخدام؟ لا، هي طريقه الاستخدام، وحتى اللي بيقولوا ان شعري بيجي على الزيت بتيجي على اللونج رام بعد كده وبتشتكي ان شعرها ما بقاش بيجي على الزيت، وبتيجي تقول لي يا دكتور انا عايزه حل، انا شعري ما بقاش يجي على الزيت. اذا الكونكلوجن النهائي فاسباب تساقط الشعر هي العادات، اوكي. والمشكله كمان ان احنا الاعلان او الميديا، الاعلام او الميديا مصور لنا ان الاهتمام بتاع الشعر كله من بره، في حين ان 75% من اسباب تساقط الشعر داخليه. تمام.
يعني عندنا حاجات كتير جدا بتسبب تساقط الشعر يمكن احنا ما بناخدش بالنا منها، زي مثلا نقص فيتامين دي. يعني في الفتره الاخيره نسبه ستات كتير جدا عملوا تحليلات لقوا او تحاليل لقوا ان نسبه فيتامين دي عندهم واقعه خالص، ودي من الحاجات اللي بتسبب تساقط فظيع للشعر. وطبعا بتقلل معدل الحرق وكده، فتلاقي ان هي بتتخن وعندها خمول وشعرها بيقع وهي مش عارفه السبب. عندنا مثلا الاندروجيناتيك الوبيشيا او الصلع الوراثي، تمام؟ مثلا تلاقي واحده باباها او مامتها عندهم صلع. استاذن حضرتك استاذه مروه عايزه تستفسر من حضرتك على حاجه. استاذه مروه اتفضلي، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا. دلوقتي انا شعري على طول بعمله استشوار ومكوى وكده، لان انا مش محجبه. تمام. فدلوقتي شعري بيبقى مقصف جدا، وبحط له زيوت وكده، زيوت طبيعيه. وبرضه يعني بلاقي ان هو مش بيتحسن، فبروح لكذا بيوتي سنتر فبيقول لي لازم تقصي شعرك. تمام. تقص الاطراف، فانا بقص الاطراف وبرضه بيحصل نفس المشكله، وبلاقي شعر صغير بيبي هير طالع كده في وسط شعري. تمام. فانا مش عارفه اتصرف ازاي يعني. طيب اوكي. طيب هو مبدئيا بس ممكن اعرف ايه اسماء المستحضرات اللي حضرتك يعني او المستحضرات اللي حضرتك بتسميها طبيه ولا كوزماتكس، يعني قصدي يعني تجميل. يعني انواع كده كريمات بديل زيت وحاجات من دي، وزيوت كده بحطها على شعري فتره كبيره. بدهن شعري بيها. تمام. ما هي دي بقى الفكره يا فندم، ان حضرتك بتبقي دهنه شعرك زيت مع حاجات بديل زيت وغيره وغيره فيها نسبه عاليه من الزيت. بديل الزيت بحطه لوحده مثلا وانا خارجه او كده عشان يداري الشعر اللي هو المقصف ده. اوكي. لكن انا بحط الزيوت عشان تعالج شعري. تمام. بس حضرتك بتعملي البيبي ليس وشعرك عليه الكريمات والزيوت دي، صح كده مظبوط؟ بعد ما بغسل شعري بعمل كده. بعد ما تغسلي يعني شعرك بيكون نظيف 100%. طب ممكن اعتقد ان المشكله هتكون في التكنيك او درجه حراره البيبي ليس المستعمله. تمام. بلس كمان شعر حضرتك اصلا ضعيف نتيجه استعمال منتجات مش مظبوطه. يعني هي حضرتك استاذه مروه معلش بتجيبيها من الصيدليه ولا بتجيبيها مثلا من عند عطار او كده؟ عطار يعني وصفات عطار؟ لا حاجات يعني ما مش تمام. بس حضرتك بتدهني زيت على شعرك وتسيبيه اكيد. تمام. ما هي دي الفكره بقى، ان ممكن اسيبه يوم كامل مثلا. تمام. هي دي بقى المشكله، ما هو ده المشكله ان الشعر بيبتدي يتقصف. هو ده الكلام اللي كنت بقوله للدكتور. طيب في اي استفسار لحضرتك يا استاذه مروه تاني؟ علشان شكرا. شكرا لحضرتك، اتصال حضرتك. استنينا بقى الدكتوره هتجاوب على حضرتك من خلال شاشتنا. دلوقتي يا دكتور نفس المشكله، قصه ان هي بتسيب الزيت وبتحط مستحضرات، اعتقد ان هي مش كلها تجميليه. تجميليه مش كلها طبيه. تمام. واعتقد ان كل البيوت بتعمل كده. طب ازاي انا ست يبقى عندي وعي ان انا لبنتي او ليا استخدم حاجات تفيد ما تضرش؟ تمام. احنا مش هنكتر في الجزئيه دي قوي، لان حضرتك اشرتي ان في اسباب داخليه في الجسم الانسان نفسه. صحيح. وقلتي اول حاجه نقص فيتامين دي او فيتامين د اللي هو مشهور بتاع العظم وبتاع السنان. صحيح. وكمان مهم للشعر. طب ايه اهم مصادره، مصادر فيتامين دي اللي الناس ما بتاخدش بالها منه؟ اكيد يعني اي حاجه، يعني لازم طبعا الواحد لما يلاقي عنده نقص فيتامين دي هياخد اكيد كبسولز فيتامين دي. كبسولز عادي لما يكون في نقص. لكن علشان اتجنب القصه دي اكيد شرب اللبن، التعرض للشمس بشكل كبير في الوقت اللي هو مثلا قبل الساعه 10 والوقت اللي هو بعد الساعه 4 لغايه المغرب، ده اكتر وقت. للاسف ان اغلب الستات اللي بيعانوا من الموضوع ده اللي هم المحجبات، لان وقت تعرضهم للشمس بيكون قليل. وكمان يعني ولما بنتعرض للشمس بيكون في وقت غلط. فيعني لازم ناخد بالنا من الحاجات يعني دي. يعني موضوع الشمس ده يعتبر من اهم الاسباب، ولا احنا ما بناكلوش كتير العناصر في سوء تغذيه؟ هو سوء تغذيه. يعني انا اعرف ان فيتامين ده موجود في صفار البيض، موجود في اللحمه، موجود في الكبده، موجود. هل سوء التغذيه ده سبب؟ مش شرط، بس انا لاحظت ان الغالب يعني بيجي للسيدات اللي هم على طول يعني مغطين شعرهم، مضغطين كومبليتلي، وكمان ما بيتعرضوش للشمس. فبس يعني، ولازم طبعا عشان فيتامين د يتشرب لازم كالسيوم، يعني لازم امبارل مع بعض الاثنين. فبالتالي هو الموضوع سوء تغذيه بس اكتر عدم تعرض للشمس. ايه اسباب تانية داخليه من الجسم ممكن تسبب على يعني تساقط الشعر غير فيتامين د؟ تمام. زي ما قلت لحضرتك، لسه كنت بقول لحضرتك اللي هو الاندروجينيتيك الوبيشيا او الصلع الوراثي. عندنا اللي هو نسبه الحديد في بلازما الدم، لما نسبه الحديد ده غير الهيموجلوبين، يعني هيموجلوبين غير نسبه الحديد في بلازما الدم. تمام. ناس كتير تقول لك انا عملت تحليل الهيموجلوبين ولقيته تمام، بس في حاجه اللي هو الفيريتين، ده حاجه تانية. ده لما نسبته بتكون قليله بيسبب برضو تساقط الشعر. تمام.
عندنا هو قصة الأنيميا ونقص الحديد والجزئية دي بتأثر زي ما بتأثر على الجسم كله، والخمول والكلام ده بتأثر كمان على الشعراية وحيويتها. تمام. دي من الأسباب الأساسية. يبقى علاج الأنيميا ده تمام. مهم جدا. جميل. عندنا برضو الغدة الدرقية. تمام. وعندنا كمان زي ما قلت حضرتك موضوع الرضاعة وعدم اهتمام الأمهات اللي بترضع بتناول الفيتامينز. جميل. في أثناء فترة الرضاعة. يعني تقريبا دي معظم المرضعات هم الأمهات اللي بترضع هي اللي ما بتاخدش فيتامينات ولا يعني فيتامينات هي اللي تاخدها الأم؟ هي لازم تاخدها. يعني أنا لاحظت أن أغلب السيدات اللي بيجولي بيرضعوا تقولي هم اللي الشعر عندهم خفيف جدا وبيقع بينهار الشعر بينهار بشكل فظيع. فبالتالي بيقولوا تقريبا يا دكتور ان الولد او البنت خدت من شعرها ولا خدت من حاجه هي عشان فعلا هو الرضاعه بتسحب كل الفيتامينز والمينرالز من الجسم. فبالتالي بتبتدي الام جسمانيا بتنهار والشعر من الحاجات اللي بتتاثر. يعني اول حاجه بتظهر على اي سيده نتيجه انهيار الفيتامينز في جسمها شعرها وبشرتها. تمام. فدي غالبا الاسباب الداخليه اللي اول ما اي سيده تبتدي تشتكي من تساقط شعر تبتدي تدور على الحاجات ديت. وبعدين تبتدي بقى ايه تفكر في الاسباب الخارجيه. الاسباب الخارجيه زي ما قلنا استعمال الحاجات المستحضرات اللي هي مش طبيه. طيب مثلا بيجي لي ناس يسالوني طب يعني اعرف ان ازاي شامبو ده طبي او مش طبي؟ في كلمه كده بتتكتب على الشامبوهات الكويسه اللي هي بتكون مكتوب عليها سلفيت فري. سلفيت فري خالي من السلفر او من الكبريت من السلفيت. لا هي المقصود بسلفيت فري اللي هي ماده الصوديوم لورايل سلفيت اللي هي الماده دي اللي هي يعني مضره جدا واثبتوا ان هي اكتر ديترجنت. تمام. مسؤوله عشان تعمل اللي هو الديترجنت مطهر او منظف. منظف بالظبط كده. تمام. عشان هي بتعمل موضوع الرغاوي بتاعت الشامبو. تمام. فبداوا يستغنوا عنها واستبدلوها بحاجات تانية لان الماده دي يعني دلوقتي الشامبوهات الصحيه ما بترغيش. يعني غير يعني انا هل يعتبر تيست ان انا اشوف يعني لو حد ما قراش شوفوا بيرغي ولا لا؟ لو ما بيرغيش يبقى طبي او صحي اكتر؟ لا مش شرط لان هم استبدلوها بمواد تانية بترغي في شامبوهات. في شامبوهات تانية يعني في شامبوهات اوكي سلفيت فري فيها المواد اللي فيها مش بترغي اوكي، لكن في شامبوهات تانية شركات تانية طبعا من غير ذكر اسماء حطت مواد بترغي اوكي بس صحية. بس صحية ومكتوب عليها برضو سلفيت فري لان هو حاطط البديل بتاع الصوديوم لورايل سلفيت. يبقى دي حاجة مهمة اشارة سلفيت فري. يبقى معنى كده ان الشامبو اقرب ان هو يكون حاجة صحية حاجة طبية. ايه كمان يا دكتور؟ تمام. من الحاجات برضو اللي بتسبب تساقط الشعر القشرة. تمام. طبعا الغالب من المصريين عندهم موضوع القشرة الموسمية. ان اول ما بيدخل موسم الشتاء بنبتدي نشتكي من القشره. القشره سبب رئيسي يعني دايركت لتساقط الشعر. ليه؟ لان ببساطه فروه الشعر المسامات بتتقفل فتبتدي شعرايه مش عارفه تتنفس تبتدي انها تقع. اوكي. لازم نعالج. طيب معلش يا دكتور انا عايز اسال حضرتك سؤال. القشر دوت بيسبب مشكله كبيره جدا عند خصوصا الطلبه والطالبات والام الصغيرين. في بعضه بيعزي القشره لان هو التهابات فطريه، في بعضه بيعزيه ان هو بيبقى سببه الزيوت اللي بتتحط بشكل خاطئ. تمام. وفي بعضه يقول لك ان انا طبيعه شعري فيه قشر. تمام. يعني القصه دي بيتهيألي وفي البعض بيقول ان انا لا طب انا بنتي بنضف راسها كويس بغسلها كويس بغسلها بالحاجات الطبيه او بالحاجات الصحيه كويس جدا ونظيفه وبيعزوه يعني بيقولوا لا يعني مش قصه قله نظافه. تمام. موضوع النظافه موضوع الفطريات موضوع الزيوت ايه دورهم في موضوع القشر؟ تمام. اولا موضوع النظافه هي المشكله ان عندنا برضو احنا ما عندناش كونسبت ان كل واحد ليه حاجته الشخصيه. فبالتالي ممكن القشره عباره عن بارازايت فهو معدي. فبالتالي ممكن يكون حد كبير بارازايت اللي هي الطفيليات. بالظبط. فاي حاجه معديه فبالتالي ممكن تكون مثلا بنوته في سن المراهقه مثلا تستعمل المشط بتاع اخوها الكبير فبالتالي تتعدي منه. فبالتالي لازم كل حد يكون ليه يعني الخاصة الادوات الخاصه بيه ادوات العنايه الشخصيه الخاصه بيه. بالنسبه لموضوع الاهتمام بالنظافه اوكي يعني بجانب موضوع الادوات في حاجه تانية موضوع الزيوت. الزيوت وضع الزيوت وتركها على الشعر دي مشكله. ليه؟ احنا كائنات حيه اوكي فلما بنسيب الزيت على الشعر بيحصل الزيت بيزنخ ده شيء طبيعي. خاصه الناس اللي كل يوم الصبح اغلب الامهات في المدرسه تدهن زيت البنت تيجي تنام ممكن ما تاخدش شاور تروح تاني يوم المدرسه تدهن زيت
فبالتالي الزيوت دي اوفر دوز من الدهون على الفروه، بيبتدي يحصل ايه؟ يحصل القشره الداندرف، تمام؟ فبالتالي ده سبب رئيسي، اللي هو برضو عدم النظافة ليها سبب مباشر، عدم نظافة الزيت اللي بيتحط، ما يتحطش زيت على زيت. في ناس بتقول ان انا كل ما احط زيت على زيت يبقى التأثير مضاعف. لا، مبدأ وضع الزيت اصلا وتركه مشكلة، يعني زيت الخيط خريم. بالظبط كده. طيب انا بس بستأذن من حضرتك، انا عايز يعني نفسي السادة المشاهدين يتصلوا كتير، علشان انا عايز الاسئله تبقى منهم هم. في ارقام نازله على شاشتنا حاليا، يا ريت الاتصال، علشان انا عايز دكتوره مها يبقى الفايده مباشره منها لحضراتكم، فنرجو الاتصال. دكتور، موضوع النظافه، موضوع الزيوت، موضوع الفطريات، موضوع الثعلبه، انا مش عايز حضرتك تفوتيه لان مهم جدا وانا بشوفه منتشر قوي، مش عارف ايه قصته. تمام. هو موضوع الثعلبة يا دكتور، الفكرة فيه اللي انا لاحظته برضو من خلال الكاتيجوري بتاع السيدات اللي بيقولي ان انا غالبا يعني شغلك مع السيدات، شغلي مع السيدات بيبقى الموضوع اكتر، لاحظت ان هو سايكولوجيكال، حالة نفسية. اغلب السيدات اللي بيتعرضوا للموضوع ده بيكون فعلا حالة نفسية، ولاقيها ان هي بعد فترة بعد ما بتاخد ادوية وعلاجات وتتابع مع دكاترة، اول ما بيزول السبب النفسي اللي هي متعرضة له دايركتلي بتتعالج. بس الثعلبة يا دكتور من الحاجات هي شوية من حاجة مناعية، ما هو وصعبة وصعبة يعني بتاخد وقت كبير قوي في التحسن. ما هو فعلا هي بتاخد وقت كبير في التحسن، فبالتالي يعني ما هو برضو من أسباب تساقط الشعر، حضرتك برضو يعني كويس حضرتك قلت الموضوع ده، اللي هو موضوع الحالة النفسية. لو ما عملش ثعلبه، الاسباب الداخليه قويه، بالظبط، من الاسباب الداخليه القويه، لو ما عملش ثعلبه بيبتدي الشعر يقع. حتى يعني بيجي لي بنات اقعد اسالها طب هنعمل التحاليل، طب هنعمل كذا، بعد ما بنعمل كل حاجه الاقي ان مفيش اي حاجه غير ان هي ستريس جدا او في حاجه ضغط على اعصابها جدا، فبالتالي هي دي الحاجه اللي مسببه معاها تساقط الشعر. طب ما هو الناس ما بتعرفش تهدي اعصابها يا دكتور، يعني اللي داخل في ستريس. يعني انا يعني عايز اقول لحضرتك حاجه قدام عينيا حصلت، ان هي بدات الثعلبه وبعدين هو بقى ستريس. معانا اتصال، اتفضلي يا استاذه مروه. برضو سبحان الله، اتفضلي يا استاذه مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. دكتوره مها مع حضرتك. ازي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله تمام. كنت عايزه اسال حضرتك بس على طول شعر مقصف. عن ايه يا فندم؟ على طول شعر مقصف. على طول شعرها مقصف. تمام. ومش بيطول خالص، مفيش، ما بيطولش. تمام. وبستخدم يعني جربت كل الشامبوات والزيوت والكريمات، مفيش فايده. اوكي. طيب شكرا لاتصالك استاذه مروه، احنا عايزين اكبر قدر من الاتصالات، وواضح ان الكنترول بيقول لي حاول توجز في الاجابه علشان في اتصالات كتير. طيب تقصيف الشعر. تمام. ما هو تقصيف الشعر يا فندم هي المشكله. بص حضرتك بتقول ايه، انا عايزه حاجه تطول شعري. هو احنا لازم ندرك ان موضوع تطويل الشعر وتتقيله حاجه داخليه. 75% منها داخلي و25% منها خارجي. هو الكلام اللي انا قلته حضرتك في الاول، ان احنا واضح ان حضرتك عايزه تصححي مفهوم بالزبط. ان قصه اللي بيضر الشعر من بره، بيضر من بره واللي بيفيده من جوه اكتر. يعني اللي بيضره اكتر من بره واللي بيفيده من جوه اكتر. يعني جدا. يعني موضوع تطويل الشعر وتتقيله دي حاجات داخليه، موضوع تقصيف الشعر دي حاجه خارجيه. فبالتالي عشان انا اعرف اتصرف مع شعري لازم اعرف ايه السبب، داخلي ولا خارجي. جميل. التقصيف ده خارجي. التطويل داخلي. اوكي. جميل. طيب التقصيف، طب قصه ان انا بقص عشان يتوضى، مفهوم صح؟ ده مفهوم صح. كل نص شعر عربي، قص الشعر كل نص شعر عربي، بيساعد على تطويل الشعر. لان الوقت ده بيكون، حتى هو ده الوقت اللي بنعمل فيه الحجامه كمان، بيكون في علاقه بين جسم الانسان والمد والجزر، يعني في علاقه كده في علاقات في علم الفلك بالظبط كده. تمام. بيكون اكتر حاجه يعني الهرمونز، وبيكون اعلى ريت من يعني في اكتيفيشن في الهرمون، فبالتالي هو ده الوقت اللي هيتقص فيه شعر. معلش انا هقطع حضرتك. استاذه هدى، اتفضلي يا استاذه هدى. هبه اتفضلي يا استاذه هبه، اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. عايزه اسال بس عن بنتي عندها 10 سنين وشعرها دايما بيقع، شعرها ضعيفه اصلا، خفيف جدا وما بيطلعش نهائي، وطول شعرها بيفتح. شعرها بيفتح وبتطلع ضعيفه وبيتسقط دايما. اه. طيب تمام، شكرا لاتصال حضرتك. شكرا. العفو يا فندم.
لون بيفتح يعني اللون بيطلع فاتح يعني. طب ما كويس الواحد يطلع شعره اصفر مثلا يعني بيفتح. لا هو يا دكتور هو ده من الواضح ان في خلل ما في الشعرايه، واعتقد ان اللي بتسال اعتقد ان ممكن تكون عندها بنتها في مشكله في الوراثيه، لان اول حاجه بتدينا انديكيشن لان ان الشخص ده عنده مشكله وراثيه او صلع وراثي تغير طبيعه الشعرايه عموما، بتبتدي تخشن وصفها. بتبتدي فعلا تخشن وشكلها يتغير ولونها يتغير، فدي اول ستيب في ان انا بدا الهرمونز تشتغل بطريقه مش مظبوطه وبدا ان انا يحصل عندي صلع وراثي. صلع وراثي، طب ده علاجه اللي هو علاج علاجه هي المشكله ان احنا على فكره احنا ناقصنا حوالي 3 4 دقائق، فانا عايز حضرتك بقى تقولي كل اللي انت عايزه تقوليه. تمام. هو الفكره كلها يا دكتور ان يعني كل اللي انا عايزه اقوله ملخص الحلقه النهارده ان احنا محتاجين نظبط العادات الخاصه بشعرنا سواء الداخليه او الخارجيه. تمام. ونبطل نستعمل الحاجات التجاريه. تمام. ويوم ما نيجي نشتري زيوت نحطها على شعرنا، انا مش معترضه على الزيوت، نشوف الزيت دوت، ندور نتعب شويه ندور نشوف هل الزيت ده مناسب للشعر ولا لا، ونعمل حمام الزيت بطريقه مظبوطه، نحطه بس على الفروه ما ندهنش الشعر زيت. ونشوف اذا كان داخليا عندنا مشاكل او لا. هنضطر نعمل القفله دي مره ثانيه لان الكنترول قوي 10 دقائق مش 4 دقائق بس. ومعانا استاذه مين؟ استاذه رشا. ايوه اتفضلي يا استاذه رشا. لو سمحت عايزه اكلم الدكتوره. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتوره. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. انا رحت من كام وفكري كمان شعري وقع من الكوافيره، ممكن اعرف راحت للكوافيره وشعرها وقع من الكوافيره. تمام. في اي مشكله يعني من الحراره ولا من لا ايوه حطت عليه السخونه فسقط. طيب سخونه ممكن فسقط. هو حضرتك عملتي بروتين او كيراتين او الحاجات ديت ولا مجرد بيبي ليس عاديه؟ لا انا كنت هعمل لون. هتعملي لون. تمام. تمام. عملت لون فهو ده وقع شعر حضرتك. طب هل حضرتك كنت عامله حنه فرد او حاجه؟ لا ولا حاجه، هي حطيت تحت الاستشوار، فالاستشوار تقريبا هو اللي عمل كده. طيب تمام. شكرا. في اي استفسار ثاني يا استاذه رشا؟ شكرا ليك يا فندم. هو طلع 10 دقايق الحمد لله. الحمد لله. السخونه هو لا، هي الفكره مش في السخونه، هي الفكره ان هي دي برضو من ضمن الحاجات المنتجات اللي بنحطها على شعرنا. يوم ما نيجي نروح الكوافير اهي عملت ايه؟ هي عملت لها استعملت بودره اكسجين وبودره تشقير وميه اكسجين وحطيتها عشان خاطر تعمل اكسلريشن للتفاعل شعرها يفتح بسرعه. قامت حطها تحت السشوار. فطبعا شعرها داب، لان الكوافيره وهي بتحط هي مش اوير بان شعرها دي ضعيفه او لا وهتقدر تستحمل او لا. فبالتالي الضغط الفظيع على شعرها ادى ان شعرها كلها اتقطعت. يعني بيجي لي بنات يقولوا لي احنا كنا بنوصل لمرحله ان شعرنا وقع كله في ايدينا. طب الحل في الجزئيه دي ايه؟ يعني الحل ان انا ما ينفعش ان انا اروح احط راسي تحت ايد اي حد، لازم ابقى حد فاهم، وقبل ما لازم مركز تجميل معتمد او مشهور له بان هو في حد فاهم بالظبط، ولازم ابقى عارفه الايه اللي بيتحط لي، مش اي حد يحط لي اي حاجه. ويعني بلاش نبعد بعد تماما عن موضوع التشقير. معانا اتصال من الاستاذه ام جيسي. ازاي حضرتك؟ ام جودي مش ام جورج. ما انا برضه كنت هسال حضرتك اخبار جيسي ايه؟ فطلع جورج. اخبار جورج ايه؟ جودي. ام جودي اتفضلي. لو سمحتي دكتوره، انا بنتي عندها 4 شهور وعايزه كتير نصحوني ان انا استخدم لها زيت الزيتون اللي هو الاصلي، فانا عايزه شعرها يطلع حلو وكده. يعني استخدم لها ايه بس؟ عايزاه يعني يفضل الزيت من الزيوت الطبيعيه. يعني زيت من الزيوت القوية هو عشان موضوع القشر اللي في الراس. تمام. هو بصي طيب. بصي يا فندم، هو الفكرة ان في شامبوهات طبية معروفة للقصة دي. يعني هي لو راحت الصيدلية سألت هيقولوا لها على زيوت طبية، قصدي على شامبو طبي للقشر بتاع الأطفال في السن. بيبقى مكوناته زيت الزيتون؟ لا هو مش مكوناته زيت الزيتون ولا حاجة. ده مشهور. لا هو الفكرة أنا معرفش إيه سر إن كل الأمهات تقعد تتسلى على الولد أو البنت. لا تتسلى على الولد أو البنت إن هي تقشر القشر. سيبيه يعني هو مضايق في إيه؟ لبسيه طيب. يعني بجد الشامبو دوت بيساعد ان القشر ده ينطر، لكن ان انا احط زيت واقعد ادعك راس الطفل دي ماساه ومشكله، وبيجي لي اطفال ساعات متعورين من القصه دي. جروح. معانا استاذه مدام سمر او استاذه سمر. اتفضلي يا فندم. لا انيسه. اتفضلي يا انيسه سمر، انا قلت استاذه هو انا صلحت. استاذه انيسه سمر اتفضلي. ايوه لو سمحت
انا كان عندي ثعلبه من شهر واحد طلعت لي. لا بس رحت الحوض المرصود. رحت الحوض المرصود عشان ايه؟ عشان اتعالج وكده، فادوني حقن وادوني برشام وحاجات كتير. لحد دلوقتي انا بروح كده دكتور وعلاج مفيش منه اي. طب معلش يا انسه سمر، ممكن انسه سمر انسه سمر نقفل نقفل صوت، نوطي نخفض صوت التلفزيون خالص وكلمينا من التليفون بس. ماشي. المشكله اللي كانت عندك من البدايه كانت ايه؟ ما اعرفش، هي لوحدها طلعت يعني. هي ايه، هي ايه اللي لوحدها؟ الثعلبه. الثعلبه الثعلبه. شكرا شكرا لحضرتك، شكرا يا فندم. الثعلبه. تمام. انا لقطتها بعجوبه. الصوت كان وحش قوي. ثعلبه راحت حوض مرصود، طبعا مع احترامنا الشديد للحوض المرصود طبعا. هو طبعاً. حاجه هو ممكن يكون زي ما قلت لحضرتك، هي الفكره كلها ان هي يعني طبعا حوض المرصود من يعني من احسن من علامات الجلديه اللي موجوده في مصر، فكون ان الادويه ما اثرتش معاها. اذا زي ما بقول لحضرتك، حاله نفسيه هي دي الفكره. يعني مهما انا حطيت من بره، لان الموضوع انترنال، ما هي ده الكلام اللي انا كنت بدات مع حضرتك فيه، ان انا ممكن اقعد من بره احط الزيت جاي من القمر، بس انا داخليا في مشكله. فلازم انا احل المشكله الداخليه الاول علشان ابتدي. طب ينفع الاثنين مع بعض يا دكتور؟ يعني احل المشاكل الداخليه واحط حاجات خارجيه؟ طبعا ينفع الاثنين، يا ريت مع بعض. بس ما ينفعش ان انا يبقى عندي مشكله يعني مثلا، يعني لو اللي بتحطه ما يضرش. ما يضرش بس هي لازم تبتدي انها يعني تشوف ايه المشكله اللي عندها وتبتدي تعالجها. هي دي الفكره. علشان كده مثلا ايه، النت طبعا مليان وصفات وحاجات، وبصي تساقط الشعر وشعرك هيطول 2 متر في. انا اسف، اخر اتصال وده شهاب، فانا لازم ارد. هو الوحيد الراجل اللي اتفضل. يا استاذ شهاب. استاذ شهاب. الو. اتفضل يا فندم. وعليكم. وعليكم السلام، اتفضل. عندي شعر بيتساقط. شعرك بيتساقط. طب ممكن نعرف سنه؟ طب استاذ شهاب اخفض صوت التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون خالص وكلمنا من التليفون، وعايزين نعرف سن حضرتك. 21. طيب شعرك تساقط شعر بس. طب هل في مشكلة في العيلة، حاجة وراثية؟ طيب هو اساسا، شكرا لحضرتك يا استاذ شهاب. هو اساسا المفروض ناقص ربع دقيقة وهنختم. تمام. اجمالا بقى، اجمالا هو بيتساقط شعره، بيتساقط سواء وراثي او مش وراثي، ان يعني هو يعمل ايه؟ يبتدي يستعمل شامبوهات طبيه خاصه بموضوع تساقط الشعر، يعمل التحاليل المطلوبه اللي احنا قلنا عليه في بدايه الحلقه عشان يعرف السبب الداخلي ايه. بس وبعدين يبتدي يستعمل المستحضرات واللوسيونات المناسبه لتساقط الشعر، بس اهم حاجه تكون حاجات موصوفه طبيا. موصوفه طبيا. شكرا لحضرتك دكتوره مها، اسعدتيني وافدتيني، واتمنى ان تكون كل الاتصالات استفادت، واشوف حضرتك ان شاء الله في لقاءات قادمه على خير. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، استنوني ان شاء الله في سوق الجمال الجمعه اللي جايه. دكتور ياسر شقوير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.